للوقت حكمه المدهش في ترتيب أهل ودادك، حين يرسل إليك الصالحين في ساعة العسرة ويعطل عنك المنافقين. وعلى ذلك فليس كل العسر شراً، بل إن للعسر خيرات حسان. حين تكون في أدنى مراتب قدرتك، لا حيلة لك في استدعاء من تود، وبيد قلبك قائمة أسمائك المرتبة حسب ظنونك في المحبة، وإن بعض ظن المحبة غفلة، فيكون للوقت العسير حينها ترتيب آخر، إذ يدني إليك من تحتاج وإن كانوا في ذيل قائمتك، ويعيق عن حضور مجلسك المهرجين وإن كانوا هم العنوان. العسر باب الكشف الإلهي اللطيف، العسر مصفاة الخيال الساذج.